السلام عليكم من قناة الأخبارية السورية، أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. تفعيل المحاكم الجمركية والمصرفية والتأمينية إضافة إلى اعتماد مبدأ التخطيط العمراني في كل محافظة ودعم القطاع الزراعي كانت أبرز القضايا التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارة العدل بتفعيل عمل المحاكم الجمركية والمصرفية والتأمينية وتقديم التسهيلات لها لتحصيل الأموال العامة والقروض المتعثرة لدى المصارف العامة والخاصة. أنهت وزارة العدل القانون المتعلق بإحداث المحاكم المصرفية بما يفعل عملها، وكذلك القانون الخاص بالتسهيلات والائتمانات المصرفية بما يؤدي إلى تنفيذ مباشر ومرونة كبيرة. سيتم خلال فترة قصيرة إنجاز لقانون متكامل متطور يخص هذه المحاكم، وستكون هنالك حوافز تشجيعية للقضاة وللعاملين في هذين القطاعين. واعتمد المجلس مبدأ التخطيط العمراني في كل محافظة الذي يقوم بتجهيز البنى التحتية للأراضي المعدة للبناء وإشراك المؤسسات المالية والمصرفية في تمويل هذه المشاريع. ركزنا كثير على موضوع التشريعات التي تتيح للقطاع الخاص المشاركة بفاعلية في موضوع السكن، كيفية إدخال المصارف العامة والخاصة لدعم هذا القطاع المهم. هناك خطط كبيرة جدا نسعى ضمن الإمكانيات المتاحة لأن يكون هذا القطاع رافعة حقيقية ونأمن له الأراضي ونأمن السكن الملائم لأهلنا في سوريا. كما وافق المجلس على مشروع قرار النموذجين الاسترشاديين لنظامين المالي والتعاقدي للشركات القابضة المساهمة المغفلة الخاصة والشركات القابضة والشركات التابعة المحدثة في الوحدات الإدارية في محافظة دمشق بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015. هذا الإقرار يتيح إقلاع هذه الشركة القابضة وينعكس دفعا للعمل في المشروع 66 بالمنطقة التنظيمية التي تقوم بتنفيذها محافظة دمشق. وهذا الإجراء من مجلس الوزراء من شأنه أو هو جزء من المتابعة لكل أعمال هذا المشروع والتوجه بدفع الأعمال وتأمين كل المستلزمات من تمويل ومن تسهيلات ومن إنجاز كل الخطوات الإدارية اللازمة. وكلف المجلس وزارة الزراعة البدء بحملة تشجير وطنية تشمل التشجير الحراجي والمثمر تستهدف المواقع التي تعرضت للحرائق أو للقطع الجائر بهدف إعادة الحيوية لهذه المساحات، كما فوض الوزارة بإيجاد آلية لشراء بكاكير الأبقار بشكل مباشر من الخارج. سنستهدف المواقع التي تعرضت إما للحرائق أو للقطع الجائر. طبعا هدفنا من التركيز على هذه المناطق إعادة إحياء هذه المساحات، ورسالة إلى الآخرين بأنهم هم يقطعون ونحن نزرع. مراكز والمشاتل الزراعية مستعدة منذ بداية الشهر 11 ببيع الغراس الحراجي المثمرة وبكافة أنواعها وبأسعار تشجيعية. وبهدف تكريم المفادين الملتزمين بخدمة الدولة في ظل الظروف الراهنة والحفاظ على هذه الكوادر الوطنية من التسرب، وافق المجلس على مشروع قانون تعديل المادة 63 من قانون البعثات العلمية، حيث اقترحت اللجنة العلمية للبعثات العلمية مطالبتهم بسعر القطع عند التحويل المفادين المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم، فتتم مطالبتهم بسعر القطع عند التسديد. وصادق المجلس على مشروع قانون نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى على شواغر محدثة حكماً. متابعة للجولات الميدانية وتمهيدا لإصدار قرار تحديد ضوابط تقاضي بدل الخدمات المقدمة في منشآت المبيت والإعلان عنها، قام المهندس بشير يزجي وزير السياحة بجولة ليلية على منشآت المبيت السياحية لتفقد واقع الخدمات المقدمة فيها.
يزجي وخلال الجولة قام بإجراء لقاءات مع أصحاب ومستثمري هذه المنشآت والنزلاء المقيمين ومنهم بعض الأسر المهجرة بهدف الاطلاع على المشاكل التي تواجههم خلال إقامتهم من حيث الأسعار والخدمات المقدمة والشروط الصحية لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. لاحظنا من خلال طبعا جولاتنا ومن خلال اعدادنا للقرارات موضوع الاقامات الطويله ان كان للاسر المهجره، ان كان موضوع الخدمات المقدمه، ان كان من موضوع الكهرباء او المياه الساخنه او بعض التفاصيل الاخرى. التجديد دوما سيكون على موضوع نظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة حتى في مستوى النجمتين وثلاث نجوم. الموضوع الأهم كان هو الاطلاع على واقع الأسعار التي تتقاضاها هذه المنشآت والأسعار التي يجب وفق دراسات التي أعدتها وزارة السياحة من أجل أن يكون هناك توازن ما بين المواطن وخاصة اللي بيكون عنده أوضاع خاصة واللي اضطرته الظروف أنه يكون موجود بهالوقت هذا في هذه الفنادق أو إن كان من طرف أصحاب المنشآت. بالوقت اللي نحن منشجع فيه أصحاب المنشآت والمستثمرين وخاصة بظل يعني النقص الشديد في عدد الأسرة، نحن نشجع دوما المستثمرين على الاستثمارات وخاصة بمنشآت المبيت نظرا للنقص الكبير إن كان ليس في دمشق وإنما في باقي المحافظات نتيجة أيضا تضرر العديد من المنشآت للإقامة. بالوقت نفسه أيضا نشدد على أصحاب المنشآت أن يكون هناك توازن في الأسعار، القرارات التي ستصدر بالإضافة التعليمات الناظمة للإعلان عن الأسعار وجودة الخدمات ومعرفة المواطن للسعر الذي سيكون الذي سيتقاضاه إن كان الفندق أو الخدمات المرافقة. بهدف الإسراع بعودة صناعي منطقة تل كردي إلى منشآتهم ومصانعهم وإعادة إقلاع عجلة الإنتاج من جديد، بدأ عمال وزارة الكهرباء العمل على إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في هذه المنطقة التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. تقرير سرى بالهواء. بتكلفة تقدر بنحو 90 مليون ليرة سورية، بدأ عمال وزارة الكهرباء بإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في منطقة تل كردي في الغوطة الشرقية بريف محافظة دمشق بعد أن تم تطهيرها من قبل الجيش العربي السوري. الوزارة بأكملها موجودة اليوم لحتى نحن نأهل شبكة المتوسط يلي بتغذي المنشآت الصناعية الموجودة بمنطقة تل كردي ولإعادة العجلة الإنتاج وتشجيع الأخوة الصناعيين على إعادة تأهيل معاملهم والعودة للإنتاج وتشغيل اليد العاملة ببلدنا الحبيب سوريا بعد ما طهرت من العصابات الإرهابية بفضل جهود الجيش العربي السوري. اليوم نحن موجودين مع بتوجيهات السيد وزير الكهرباء والعاملين في مؤسسة توزيع الكهرباء لا يعيدوا تفعيل هاي المنطقة ويعيدوا الخط التوتر المتوسط في كابلات هوائية وفي كابلات أرضية مثل ما شايفين، وقريبا جدا خلال 15 يوم راح يكون في محولات في كل منشأة بمنشأتها. طبعا بدون كهرباء لا إقلاع للصناعة. اليوم أكثر من 140 مصنع سيعمل في هذه المنطقة وألوف العمال سترجع إلى هذه المنطقة. أعمال صيانة وتأهيل منطقة تل كردي تتم بأيدي وخبرات عمال الكهرباء الذين يعملون لتأمين التغذية الكهربائية لصناعيي هذه المنطقة للإسراع بعودتهم لتشغيل مصانعهم. تم تكليف ورشات وزارة الكهرباء بالكامل بإعادة الشبكات الهوائية والأرضية المتضررة بمنطقة تل كردي للعمل خلال فترة قصيرة جدا، وتم جلب جميع المواد ومباشرة بالعمل خلال فترة وجيزة إن شاء الله ستكون الشبكات بالخدمة، إعادة التيار لهالشبكات وإعادة الصناعيين بالتالي إلى مصانعهم. تسهيلات وجهود كبيرة تبذلها وزارة الكهرباء بهدف إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بتل كردي وتأمين الكهرباء للمصانع والمعامل لإعادة إقلاع عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية. تقدمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكتاب إلى اللجنة الاقتصادية طلبت فيه بإعادة النظر في السعر الاسترشادي لمادتي السكر المكرر والخام المستوردين. الكتاب تضمن إعادة النظر بالسعر الاسترشادي الذي حددته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصبح السعر الاسترشادي لمادة السكر الأبيض المكرر من 550 إلى 600 دولار للطن ومادة السكر الخام من 450 إلى 500 دولار للطن، وذلك وفقا للأسعار العالمية الحالية للمادتين.
انطلقت قوافل محملة بالحمضيات إلى محافظتي درعا والقنيطرة مقدمة هدية من أهالي اللاذقية إلى أهالي محافظتي درعا والقنيطرة وإلى أبناء الجيش السوري المتواجدين في كلا المحافظتين. التفاصيل في التقرير التالي. انطلقت 15 قافلة محملة بحوالي 200 طن من الحمضيات إلى محافظتي درعا والقنيطرة إسوة بالقوافل التي انطلقت أمس إلى محافظة حلب، وذلك بحضور محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم. حرصت الحكومة بكافة فعالياتها على تسويق كامل منتج الأخوة الفلاحين في محافظة اللاذقية من الحمضيات. حتما تأثرت أسعار الحمضيات إيجابيا بعد أن تدخلت الحكومة بتسويق الحمضيات، والمواطن يلمس ذلك، وأيضا لجنة التسويق بسوق الهال تتابع يوميا هذا الإجراء. القوافل المنطلقة هدية من أهالي اللاذقية إلى أهالي محافظتي درعا والقنيطرة ولأبناء الجيش العربي السوري الموجودين في كلتا المحافظتين. وحداتنا الإرشادية قامت بالتواصل مع الأخوة الفلاحين وتبيان ما أهمية موضوع التسويق وتسليم محصول الأخوة الفلاحين لشركة الخزن والتسويق. كان هناك تجاوب كبير من الأخوة الفلاحين، تم تحديد 4 مراكز في كل منطقة محافظة. قامت سيارات الخزن والتسويق بإرسال السيارات إلى المراكز الأربعة على مستوى المناطق والاستلام بشكل أصولي وفق المقاييس الرسمية المعتمدة والأسعار المعتمدة من شركة الخزن والتسويق. بالأمس كان في قافلة إلى حلب لأهالينا في حلب هدية من أهالي اللاذقية ومن محافظة اللاذقية إلى أهالينا أهلنا وجيشنا البطل في حلب، واليوم قافلة كذلك إلى القنيطرة ودرعا. الكمية بالأمس كانت 100 طن لحلب، واليوم 200 طن، 100 طن للقنيطرة و100 لدرعا، ومستمرين بإذن الله بهذه الحملة. وتستمر الحكومة السورية بتسويق الحمضيات سواء بالتصدير أو قيام المواطنين بتسويق منتجاتهم بطرقهم أو عن طريق مؤسسات الدولة. انتقالا مشاهدينا إلى أسعار العملات، بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي الدولار سجل في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا، أما اليورو 551 ليرة و75 قرشا. في أسواق الذهب العالمية، أونصة الذهب عالميا سجلت 1174 دولار و3 سنتات للأونصة، محليا 17700 ليرة لعيار 21، 15172 ليرة لعيار 18. أما في أسواق النفط العالمية، خام برينت سجل اليوم 54 دولار و64 سنتا للبرميل، الخام الأمريكي 51 دولار و86 سنتا للبرميل. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد.